يقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية والبعض منها مصحوبة بالمعازف؟ الأناشيد الجماعية والمنغمة لا تجوز، لا تجوز، لأنها من الغناء المحرم، ولأن الأناشيد ما عرفت إلا عند الصوفية المبتدعة، يعتبرونها من العبادة ومن ذكر الله بدعة، فإذا اعتبرت إسلامية فهي بدعة، لأنه ليس في الإسلام أناشيد. أما إنشاد الشعر المفيد، إنشاده للفائدة من غير أصوات جماعية، وإنما ينشده واحد فصيح يستفيد منه الحاضرون لغة وحكمة وموعظة، فلا بأس بذلك. نعم.